الشخصية التاريخية بقى من وحي المكان الجميل ده اللي بتتمنى انك انت شاور لي كده على تمثال وقول انا حابب الشخصية دي عشان تجسدها في عمل فن. هو اخناتون فين؟ اخناتون من الشخصيات اللي هنجيبه لك احنا من عندنا موجود؟ طيب نشوف. مثلا اخناتون يعني من الشخصيات المهمة، هو اول يعني من نادى بالتوحيد، توحيد الاله. معروف ان القدماء المصريين كانوا عندهم تعدد في الالهة، كل منطقة بتعبد إله، وحتى لما الفرعون بيموت بيبتدوا ان هم يعبدوا إله آخر. يوم المصريين قدماء يعني حتى من قبل إخناتون كانوا يعني مؤمنين بفكرة ان هناك إله. صحيح. وجاء إخناتون رسخ هذه الفكرة وأكدها وقال ان هو هناك إله واحد، دعا للتوحيد انه يبقى إله واحد. إله واحد. صحيح. كان أتون على ما أعتقد وقتها. أعتقد انه لو حضرتك قدمت الشخصية دي هتكسر الدنيا. ياريت. بإذن الله. يا ريت والله يا ريت. عايزين بقى دعوة لكل السادة المنتجين والمخرجين والمؤلفين ان هم يتحملوا. للأمانة يعني هي شخصية طبعا مهمة جدا، بس الأمانة يعني لو هتتعمل يعملها شاب صغير يكون مواصفاته قريبة لإخناتون أكتر منه. حضرتك عم الشباب كلهم. الله يخليك، أشكرك.